السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. بالنسبة اللي بيتفرج عليا لأول مرة ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد. كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. مباراة قوية جدا جدا هتجمع بين فريقين نادي القوى الجوية وفريق نادي الزوراء العراقي في نهائي كأس السوبر العراقي لنسخة عام 2021-2022، ويدخل فريق نادي القوى الجوية المباراة بصفته بطلا للكأس لنسخة العام الماضي، أما فريق نادي الزوراء فيدخل المباراة بصفته بطلا للدوري. يعد فريق الزوراء الأكثر تتويجا بالسوبر العراقي برصيد 4 ألقاب آخرها نسخة عام 2017، أما فريق نادي القوى الجوية لم يحصل إلا لقبين آخرها نسخة عام 2001. تقام المباراة بين فريقين القوى الجوية والزوراء في نهائي كأس السوبر العراقي يوم الجمعة الموافق 17/9/2021 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 7 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 8 مساء بتوقيت كل من مكة المكرمة والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، 9 مساء بتوقيت الإمارات العربية. وفي تغطية حصرية جايب لحضراتكم أهم القنوات اللي هتنقل المباراة بالمجان، حيث يمكنكم مشاهدة المباراة عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال قناة الناقل الحصري على النايل سات، قناة الشباب سبورت، قناة الشباب سبورت على تردد 11137، معدل الترميز 27500، والقطبية في أو فيرتيكال أو رأسي. التردد بيعمل بإشارة جيدة، ولكن لازم يكون عند حضرتك ريسيفر بيتعمل بنظام ال HD عشان تقدر تستقبل قناة الشباب سبورت على جهازك. وأيضا يمكنكم متابعة تحليل المباراة من خلال قنوات العراق الرياضية وأيضا قناة الرابعة الرياضية عبر ترددات 12563، معدل الترميز 27500، والخطباء اتش أو هوريزنتال أو أفقي، والتردد الآخر 11680، معدل الترميز 27500، والخطباء في أو فيرتيكال أو رأسي. يعني بسهولة جدا أنا أتفرج على نهائي كأس السوبر العراقي لنسخة عام 2021-2022 عبر شاشة قناة الشباب سبورت على النايل سات على تردد 11137، معدل الترميز 27500، والخطباء في أو فيرتيكال أو رأسي. وبأكد كمان مرة لازم يكون عند حضرتك ريسيفر بيتعمل بنظام ال HD أو شاشة عرض بتحتوي على ريسيفر بيتعمل بنظام ال HD عشان تقدر تستقبل القناة على جهازك وتستمتع بمباراة نهائي كأس السوبر العراقي. أطيب التمنيات للجميع بمشاهدة ممتعة، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.